يا مساء الفل عليكم مشاهدينا ومشاهدين قناة المحور، أجمل مشاهدين في العالم. النهاردة حلقة جديدة وبرنامجنا لايف ستايل، هكون معاكم أنا مي مجدي وزميلتي العزيزة رنا هشام. ازيك يا رنا؟ ازيك يا مي، مش عاملة ايه؟ كويسة؟ الحمد لله كله تمام يا رب دايما. النهاردة حلقتنا بقى عنوانها متميز جدا، هي بعنوان أنت حلوة. لازم كل بنت تكون عارفة أنها حلوة وحلوة جدا كمان، وجمالها يمكن يكون أكتر في اختلافها. الموضوع بس بيحتاج شوية اهتمام بسيط قوي 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 قوي، وتلاقي الحلاوة دي بتبان. عشان تبقوا عارفين، حتى البنت اللي بتتولد زي القمر لو ما اهتمتش بجمالها، جمالها هيقل مع الوقت. عشان كده الاهتمام والثقة بالنفس هما طريق الجمال الحقيقي. جمالك كمان في روحك الحلوة وضحكتك الصافية وشطارتك في بيتك وشغلك وكل حاجة في حياتك. ونيجي بقى لدور الأب والناس اللي حوالينا وإخواتنا ودور الراجل، يعني زي ما بيقولوا ممكن كمان يكون الزوج. الدور ده مهم قوي، بس بيبدأ من الأب، عشان الأب اللي واثق دايما في بنته ودايما بيديها في كلام حلو وبيتفحل الأمام، هتلاقي إن البنت دي مش متشوقة زيادة يعني لأي كلمة تتقالها، ومش بتجري تسمع إيه ده واحد قال لي أنا حلوة خلاص أنا دبت في دباديبه، يعني زي ما بيقولوا. ابدا، هي مستغنيه وعارفه وواثقه بنفسها، وكل ده بيبدا من الاول من دور الاب. بعد كده بقى تيجي بقى الثقه بالنفس والاهتمام والاهتمام والاهتمام. حطوا الف خط تحت كلمه اهتمام، علشان كده معانا فقره متميزه جدا وكلها عن الاهتمام بحلاوتنا، وهتقدمها لكم دلوقتي حالا رنا. كلنا طبعا عارفين او بنسمع انه دايما يقول لك ايه الحلاوه حلاوه الروح، ده كلام ما فيهوش اي شك خالص، بس برضو لازم نهتم بمظهرنا وشكلنا الخارجي لانه بيأثر على نفسيتنا جدا. عشان كده النهارده معانا دكتور ريم، دكتوره الجلديه والتجميل والليزر في عيادات ديرما هيلث. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. ميرسي جدا دكتور. مجال التجميل ما بقاش مختصر بس على الستات الكبار، لا انا دلوقتي شايفه البنات الصغيره بقت واعيه جدا لموضوع التجميل وان هي تهتم ببشرتها وجسمها. بس المشكله اللي بيحصل بيبقى مع قله الخبره، انا مثلا عندي متضايقه من حاجه في بشرتي مش عارفه ايه المناسب ليا، فانتوا بتقدروا تساعدوا البنات دول ازاي؟ اول حاجه احنا بنبدا نقابل البنت ونعرف هي بتشتكي من ايه، او ايه الحاجه اللي هي مضايقاها وبتدور على انها تحلها، من تصبغات مثلا، مكان حبوب او حفر او زوايد جلديه او تجاعيد او مجرد عايزه تدي جلو او نضاره لبشرتها. كل حاجه من الحاجات دي ليها الحل بتاعها. تمام. ما ينفعش اخد حل حد مكان حد، يعني ما ينفعش يعني مثلا كل حاله ليها الحاجه الخاصه بيها اللي تجي معاها نتيجه عشان بالزبط. من تحس بالفرق، تقشير كيميكال او كيميكال بيلينج او ديرما بان او ميزوثيرابي اللي هو الحقن او البوتوكس او الكلام ده. البوتوكس والفيلر دلوقتي بقى يعني المجال بتاعهم، وفعلا مش للناس الكبيره بس، لاي سن يعني، في ناس من اخر العشرينات نبدا نحقن بوتوكس علشان ناخر ظهور التجاعيد. اوكي. وحاجات كتيره حسب بقى كل حد بيدور على ايه، او المشكله ايه، او اللي احنا بندور نعالجه ايه. عارفه يا دكتور المشكله انه احيانا بنبقى حاسين مثلا سمعنا عن الديرما بان حلو، نروح رايحين للدكتور انا عايزه ديرما بان، مع ان ده ممكن يكون مش حل مشكلتي. بالظبط، انا عايزه اعمل ديرما بان ليه؟ ما هي بقى السؤال، هي في حاجات بتبقى طالعه موضه فالناس بتبقى رايحه عايزه تعملها وخلاص، بس لازم تعرف انه لكل حاجه ليها حاجه. بالظبط، يعني انا عايزه اسال حضرتك انه فكره انه هل بتوجهوا الناس انه انا دلوقتي طبعاً. انا جايه لك عندي مشكله مثلا تصبغات مثلا، اعمل ايه مثلا، فهتوجهيني طبعاً. ولا انا مثلا عايزه اعمل ديرما بان وخلاص، يعني فاهمه قصدي؟ يعني كل حاله بيبقى ليها الحل المناسب او البيست اوبشن ليها، يعني ممكن يبقوا اتنين اخوات جايين بس دي ليها حاجه ودي ليها حاجه. مظبوط. ونتيجه أب. كل واحده عن الثانيه مختلفه لان مفيش حد زي التاني، يعني ممكن الاثنين يعملوا نفس الحاجه، النتيجه تطلع مختلفه. النتيجه نقطه مهمه برضه، وبان اسرع عند مين، فهو مفيش قواعد ومفيش حاجه لازم تحصل زي ما شفتها في الفيديو او شفتها على تطلع لي انا، مفيش حاجه دي نقطه كده. مهمه قوي لان بالزبط. في ناس كتير بتحبط، يعني بتبقى رايحه مفكره تطلع بقى من العياده، في حد بيحتاج جلسه، حد يحتاج اتنين، حد بيحتاج ثلاثة، حد بيبدا من بدري، حد يقشر متاخر، حسب انا يعني. لازم طبعا الكوميونيكيشن مع الدكتور في الاول، ولازم نعرف يعني نبقى متارجتين شكوى البنت ايه، هي مزبوط. عايزه ايه بالظبط، انا عايزه اقشر، انا عايزه اعمل ديرما بان، انا عايزه اشيل زوايد جلديه، انا بدور على ايه، وده اهم حاجه الكوميونيكيشن يعني. طب دكتور كلنا دلوقتي بقى بنسمع عن الليزر الليزر الليزر، دايما تحسي انه حل لمعظم المشاكل، ولكن بنسمع انه احيانا حل زي ما قلنا للتصبغات، للزوائد الجلديه، والاهم بقى وهو موضوعنا النهارده اللي يعني مش هنسيب حضرتك غير لما نعرف كل تفصيله فيه بعد اذنك طبعا، انه فكره ازاله الشعر بالليزر.
ناس كتير قوي بتخاف وهي بتقبل على الخطوه دي، وناس تانية تقول لك حياتي اتغيرت، اوعي تكوني ما عملتيش الليزر. فقولي لنا يعني الليزر هو غالبا يعني من احسن الحاجات اللي ممكن تتعمل الايام دي. خلينا اشرح لكم بالراحه الليزر ازاله الشعر ده بيعمل ايه. لو انا عندي سطح الجلد بالمنظر ده وعندي شعر تحت، جذور شعر وشعر فوق، انا بشيل الجزء اللي فوق بالشيفر، ودي اول نقطه لازم اكون محافظه على جذور الشعر، يكون عندي جذور شعر كتير تحت. يعني ما ينفعش واحده تكون عامله اي حاجه فيها ايبيليشن او نزع الجلد لجذر الشعر وتيجي تعمل ليزر. يعني ما ينفعش الواكس او السويت، لكن ممكن بالموس بالظبط. لازم تكون اخر نزع للشعر بقاله 3 اسابيع او 21 يوم. تكون الجذور كملت تحت. ببدا امشي فوق سطح الجلد بالليزر. الليزر ده هنتكلم ببساطه بدون الدخول في تفاصيل او مسميات علميه كبيره. تمام. الليزر ده بينزل على جذر الشعرايه ويمسك عليها كده ويقول لها ما تطلعيش. كويس. انا بفضل كل جلسه اركب على نفس الجذر جزيئات ليزر تاني. أوكي. فما ينفعش في لحظه من اللحظات ومش هايله الجذر رمياء، هتطلعي جذر كانك ما عملتيش حاجه بالظبط. فدي اكبر غلطه الناس بتقع فيها، ان انا اعمل ايبيليشن او ان انا اشد جذر الشعر في نص الجلسات. اوكي. ساعتها دي اللحظه الوحيده او الغلطه الكبيره اللي الناس بتعملها وتقولك انا دفعت فلوس في مفيش حاجة ولقيت الشعر بيرجع يطلع تاني وما استفدتش، عشان هي عملت كده. يعني لازم تستمر، يعني وانس خلاص قررت ان هي هتبتدي ليزر اول حاجة تحافظ على الجدر. انا عايزة احافظ على الجدر ده موجود معاكي ما تشيليهوش. أوكي. تمام. لازم اعمل جلسة كل شهر من اول يعني هنعمل 6 لـ8 جلسات، اول 3 أو 4 جلسات بيبقوا كل شهر. طب خليني دكتور اقولك على حاجة. اوقات البنات بتبتدي تعمل مثلا السيشنز، تيجي على السيشن الرابعة أو الخامسة تحس إن هي خلاص الشعر قل مش محتاجة تكمل فبتوقف. لا، كملي الكورس بتاعك من 6 لـ8. هي الفكرة حتى لو الشعر لسه ما طلعش، لأن الجدر بدأ يضعف لأن أنا مركبة عليه ليزر. أوكي. فالشعرات بتطلع باهتة ورفيعة أو ما بتطلعش أصلا. اصبري وخدي بقيه النتيجه بتاعتك عشان تعرفي تصبري عليها طول العمر. يعني كملي من 6 لـ8 جلسات، مره كل 6 شهور، مره كل سنه، هايل حلو. كل فين وفين بقى. ومش شرط، مش عايزه تعملي ما تعمليش، لان انت في ساعتها لو عملتي شيفنج او يعني شلتي بالشفرات الشعر مش هيرجع زي الاول، مش هيبقى لا اسود ولا خشن ولا تخين زي ما الناس فاكره ان الشيفنج بيعمل. بالعكس، الشعر بيطلع رفيع وباهت، وما بتحتاجيش تعملي شيفنج اكتر من مره في الشهر مثلا او حاجه. طيب حضرتك احنا عارفين طبعا ان الشيفنج، وحضرتك اكدت لنا ده، ان هو الوسيله اللي لازم نستخدمها قبل الليزر. بالزبط. طيب بنيجي بقى المشكله بتتسال، يعني دايما الناس بتسالنا وتقول لنا طيب عارفه اللي هو الرجل اللي بتبقى شبه الفراوليه كده اللي هي ستروبري ليج، او فكره انه جلد الوزه اللي هي بيسموه كده يعني بالعربي اللي هو فكره محبحب ده. بالزبط. نتيجه الشيفنج حلو ايه بقى؟ بصي انا عايزه افرق بس للناس ما بين حاجتين، ما بين الكيراتوزيس بايلاريس او الحبحبه بتاعه الجلد او الاستروبري ليج اللي هو انا بحط ايدي على الجلد احس فيه حبوب، وما بين ان انا عندي كمان شعر تحت الجلد تحت الحبوب. أوكي. دول حاجتين مختلفين. طبعا لازم نكشف على الـ على الـ على الحاله الاول قبل ما نشخص، وما ينفعش ياخد حد ياخد علاج كده. طب يا دكتور الفرق ده بيبان؟ طبعا انا ممكن اكون محبحبه مثلا في نص دراعي من فوق بس مفيش شعر. اوكي بس انا عندي جراتوزيس بايلاريس او ستروبري ليج او جزء بالظبط في نص، في جزء من الجسم ما فيهوش شعر اصلا. ساعتها انا بعمل كريمات ومقشرات، ولازم ارطب كويس جدا، ده اول حاجه ان الجسم يكون مترطب كويس، واستعمل مقشرات فيها حاجات زي الساليسيليك اسيد ايا كان يعني. أوكي. الطبيب بيوصفها. اون توب بقى لو عندي شعر تحت الجلد ساعتها لازم الليزر، ونتائجه بتبقى اكتر من 80%. لأن يعني لو مفيش شعر ممكن تعالجي جلد الوزه بدون الليزر. انت هتعملي ليه اصلا ليزر ازاله الشعر ومفيش شعر؟ صح. تمام. مش ساعتها بنعالج بس الترطيب كويس. أوكي. بحاجات فيها يوريا، مرطبات فيها يوريا، ومقشرات فيها ساليسيليك اسيد طبعا تحت اشراف الطبيب، هو اللي بيكتب البريسكريبشن او الادويه. اوكي. ولو في بقى يعني معظم الاستروبري ليج بيبقى في الرجل او بيبقى في اماكن فيها شعر، اون توب في شعر تحت الجلد بنبدا نعمل جلسات ليزر ازاله شعر، وساعتها النتائج بتبقى اولموست 85%. طب بصي يا دكتور بقى احنا معانا الفيديو على الشاشه، فيعني ده الفيديو ده يخليني كده اروح لسؤال، انه دايما لما بنيجي نحجز الليزر او حد بيفكر يعمله يتقال فكره انه بالنبضه، والنبضه بسعر كذا وباكج كده بنبقى عاملين نحسب يا رب هندفع كام، طب هتطلع كام نبضه، مش في حلول للموضوع ده؟ بالظبط. احنا عندنا في ديرما هيلث الجهاز اللي اسمه ميديو ستار برو. الميديو ستار برو هو جوكر دلوقتي بالنسبه لاجهزه ازاله الشعر، اولا بالاريا بالمنطقه بسعر ثابت بنعمل بيه المنطقه، لان النبضه بتاعته بتوصل لحد 10 سم،
وبنروح ونيجي على المكان. انا اول مره اسمع كذا الموضوع ده. ده جديد يعني. بالظبط يعني واحنا بنحجز نحدد احنا عايزين هو الميديو ستور. احنا عندنا في ديرما هيلث الميديو ستور لانه كفاءته عاليه جدا قصاد المشاكل اللي بنسمعها عن الليزر غالبا مش موجوده. الامان زائد ان مفيش وجع. البلس بتوصل لحد 10 سم. مهمه جدا لا في مشاكل منها. لا في مشاكل لا تصبغات ولا بعد الشر حروق ولا اي حاجه ولا مؤلم. التبريد بتاعه عالي جدا زي ما احنا شايفين في الفيديو. بنحط الاول طبقه جل امن الحوامل يا دكتور. بصي مفيش اي دراسه قالت ان احنا نعمل ليزر او ما نعملش وقت الحمل. أوكي. بس يفضل ان انا استنى لحد ما تولد وتخلص رضاعه بحيث هرموناتها تكون استقرت. يعني ولا حمل ولا رضاعه يفضل. يفضل بس مش اخر الدنيا يعني. هي الفكره بس ان الهرمونز كل ما كانت هرموناتها مستقره. ونفس الفكره على البنات الصغيره. اي بنت حتى لو مش حامل هرموناتها مش مظبوطه بمعنى ان البيريد او الدوره الشهريه ما بتجيش كل شهر في ميعادها ما تجيش تعمل ليزر غير لما تروح الاول لدكتور نساء تشخص وتاخد ادويتها وهرموناتها تنضبط تعمل دي معلومه كويسه حلوه قوي. دكتور انت عامله لنا مفاجاه بقى لمشاهدينا. احكي لنا عنها. احنا هنعمل ان شاء الله سيشنز مقدمه من ديرما هيلث فور فري لمتابعينا على السوشيال ميديا. ستي تيوند يعني تابعونا على السوشيال ميديا. حلو قوي. سيشنز فور فري هنختار 5 هنعمل لهم سيشنز ليزر هير ريموفل ان شاء الله فور فري. هنعلن عنها النهارده بالليل على السوشيال ميديا بتاعتنا. ميرسي جدا ليكي يا دكتور وشرفتينا وبجد استفدنا بالمعلومات. معلومات مهمه جدا تفيد البنات كلها. بشكرك نورتينا. مشاهدينا اتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا معلومات جديده تقدر تفيدكم في موضوع الليزر لان هو موضوع مهم جدا بقى في حياتنا. ما تروحوش في اي حته. نروح لشيف فاطمه نطلع فاصل ونرجع لكم مع شيف فاطمه. ورجعنا لكم بعد الفاصل في فقره المطبخ مع الشيف فاطمه. والشيف فاطمه النهارده عامله لنا حاجه انا شخصيا بموت فيها. طبق كده بالبطاطس. شيف فاطمه مساء الفل. عامله ايه؟ عليكي ازيك يا رنا؟ كله تمام الحمد لله. النهارده انا متحمسه جدا. ازيك يا شيف فاطمه؟ منورانا والروائح كده تتحدث عن الموقف. بجد في قوي دايما مدلعانا كده. عامله لنا النهارده حاجه بالبطاطس بقى. ايوه عاملين فراخ بالبطاطس المحمره. بطاطس متقطعة مكعبات صغيرة ومقلية. ودي فرخة متقطعة 8 قطع وبصل محمر واثنين قطعة شوربة دجاج من أي نوع وايه تاني وملح وفلفل. حلو قوي. دي مقادير اللي هي صينية الفراخ بالبطاطس. ايوه تمام. وطبعا يعني وهنحط ايه زيت يعني 3 معالق زيت ومعلقتين سمنه او زبده. اوكي طيب. تحبي البطاطس جدا؟ انا كمان. بصي كل اشكالها والوانها وكل الطرق اللي بتتعمل بيها بحبها جدا. بحبها قوي ودايما بيشغلني فكره يعني يا ترى لو اكلت منها كتير هتخنق. دي بس الحاجه الوحيده اللي بتوقفني. لكن بقول ليها طرق كتير انه في الاخر ناخد فوائدها. مظبوط. ونحاول على قد ما نقدر يعني ما نقدر يعني انه ما نتخنش بسبب. دي حقيقه. هي طريقة جديدة كده يعني انا مألفاها. انا حاسة انها خفيفة احساسي. يعني ايه هي دلوقتي المفروض ان احنا حطينا الزيت والسمنة ونعمل اللي هي الصدمة بتاعت الفراخ. ايوه باينة. ايوه. طيب على ما شيف فاطمة كده تبدأ تحط لنا الأكل كده والصدمة تتم كده وكله يبقى تمام. أيوة. عايزين نتناقش في موضوع اتكلمنا فيه أنا ورنا وشيف فاطمة قبل ما نبدأ وقعدنا نقول قد ايه هو مهم. قد ايه مهم قوي ان دايما نتخلص من كراكيب المطبخ. فكره انه المطبخ يبقى ما فيهوش الكركبه ده بيساعدنا على الابداع اكتر. أيوة. بيدينا طاقه ايجابيه بيطلع الطاقه السلبيه تماما وفعلا بنطلع احلى ما عندنا لما بنروق مطبخنا اول باول. ايه رايك يا رنون في الموضوع؟ احنا اصلا بنقضي نص عمرنا في المطبخ فيعني لازم نفسيا تبقي واقفه في مطبخك وانت مرتاحه والطاقه اللي حواليكي كلها تبقى كده ايجابيه عشان زي ما مية قالت الواحد يعرف يحط اللمسات الفنيه بتاعته في الاكل. فانا معاكي. احنا متعودين للاسف على عادات كده تلاقي برطمان الصلصه ما بيترميش نغسل ونحطه. دايما بيقول لك نحط الناس بتفتح مثلا التلاجة برطمان الشوكليت. ايه ده الله الشوكليت تفتح تلاقيه مخلل وحاجات غريبه كده. انت عاده يعني كلنا متربينا عليها غصب عننا وبنعملها بس نحاول نختار طبق البرطمان الحلو بس.
مش كل حاجه، بلاش عيله بالجبنه الكلام. ايه رايك يا شيف فاطمه، انت بتعملي كده ولا بتعملي؟ قولي بسرعه. انا احيانا احيانا بصراحه بعمل كده. انا طبعا احيانا بعمل كل حاجه بتحس بس دلوقتي بحاول ان انا اعمل ايه، اجيب بطرمانات كده، في بطرمانات بتبقى شكلها شيكه جدا وبتبقى عليها رسومات حلوه قوي، بتبقى عليها فواكه، بتبقى عليها مثلا شكل التوابل، فدي بتبقى افضل واشيك. طب اسالك سؤال، انت شايفه وكمان في حاجات بتبقى عليها ستيكر، يعني انت بتكتبي عليها ال بتبقى مفيده لانه بتبقي متلخبطه مش عارفه ازاي البهارات. انا دلوقتي عايزه بس اقول مقادير الرز. اتفضلي. الرز احنا هنحط عليه بصل برده محمر ومكعبين ماجي وحبهان وفلفل اسود وكركم وقرفه وجنزبيل وبابريكا وورق لورا وقرنفل. تمام. ده طبق رز عظيم. تمام. وطبعا معلقتين ليه، معلقتين ثلاثه زيت وسمنه او معلقتين سمنه او زبده. اوكي. تمام. اوكي. اتفضلي يا كابتن. طيب انا بقى كنت عايزه اسالك فكره انه لما بنقلل الكراكيب، عشان نشرح للناس اكتر، هل لما بتعملي كده مثلا وتستخدمي حاجات معينه وحاجات تانية اللي مش عايزاها بتطلعيها مثلا، سواء بتروحي لحد محتاجه او بتتخلصي منها لو هي حالتها مش كويسه او كده، في الاخر ده بيساعدك فعلا ان المطبخ بتاعك يتعمل احلى وراحه نفسيه؟ تبقى راحه نفسيه جدا طبعا والله، يعني فعلا الكراكيب بتعمل بتوتر الاعصاب وبتضايق الواحد، بتخلي الواحد يبقى نفسيته مش مظبوطه. لكن لما يكون حتى ده مش في المطبخ بس، كلها في البيت كله طبعا يعني. في البيت كله، ولكن احنا عارفه بنركز على المطبخ طبعا، بما اننا واقفين جنب الشيف فاطمه عاملين نشم في الروح العيله، وكمان بما ان احنا بنقضي فيه اغلب حياتنا. دي حقيقه. يعني انا بحس ان احنا يعني سواء بنحب الطبخ او بنضطر نطبخ عشان افراد اسرتنا، احنا بنقعد كتير قوي. دي حقيقه بصراحه. عارفه كمان ممكن تساعدي نفسك ان انت المطبخ بتاعك يبقى كده رايق وطاقته حلوه، ان انت تحطي في المطبخ تلفزيون صغير مثلا، كاسيت تسمعي ميوزك، تسمعي على فكره. انا حاطه في المطبخ عندي تلفزيون وحاطه كاسيت وعشان يسليني وانا بشتغل. على دي حقيقه فعلا. أيوة. دي حقيقه بتساعد كتير ان المود يتغير كده. انا نفسي ما بعرفش اقف في المطبخ او اعمل اي حاجه الا وانا مشغله ميوزك حلوه كده، عشان الواحد يعمل حاجه بمزاج. هو فعلا عارفه الواحد بيحط لنفسه المود اللي هو هيطلع احسن ما عنده. يعني احنا مش داخلين المطبخ عقاب اللي هو هنعمل الاكله وخلاص، لا، احنا قاعدين وقت طويل وعايزين ندلع نفسنا ونسمع المزيكا الحلوه، او مثلا اللي بيحب المسلسل يشوفه، عايز يشوف البرنامج، يشوف طريقه الاكل. على فكره المطبخ، على فكره اللي بيحبه هيتبسط جدا، واكنك بصي اكنك بتسلي نفسك زي اي هوايه، زي ما مثلا الواحد يروح يلعب كوره، يروح يلعب تنس، يلعب اي حاجه، لما بتخش المطبخ اكنك بتلعبي. دي حقيقه يعني ممتع جدا فعلا. انا مؤمنه بانه فكره، يعني من ناحيه ان في ناس بتتولد عندها موهبه الطبخ يعني، وفي ناس لا، بس التانيين يحببوا نفسهم ازاي بقى اللي هم مش بيحبوا، لو حسوا ان هم مسؤولين عن كل فرد بياكل، عن صحته وانه يبقى احلى وصحته احسن، وفي مسؤوليه، في نوع من انواع المسؤوليه، ساعتها هيحبوا فعلا المطبخ. يعني دايما اقول ان كلام حضرتك مظبوط جدا طبعا. بعدين احلى لحظه برضه تلاقي الستات مهتميه بيها بعد ما تخلص الاكل، حلو الاكل. ايوه هي دي حلو دي خلاص، احلى طول اليوم حلو الاكل عشان تطمن. دي بتبقى بيبقى احساس حلو. انا متهيألي دي احلى لحظه بعد ما تخلصي مجهود في المطبخ، لما تلاقي الاكل خلص وعجب الناس جدا. دي حقيقه فعلا. لما تلاقي حد بقى احساسك بعد ما الناس بقى بتخلص، يعني احنا هنا مثلا بنخلص الطبق تماما بعد ما نخلص البرنامج من حلاوه اكلك، قولي لنا احساسك بقى لما ده بيحصل في البيت وهنا. لا طبعا انا يعني انا دايما اقول ايه، لما الاقي الاكل اتاكل هو ده فرحتي، لكن لما الاكل ما يتاكلش انا ببقى متضايقه جدا. وفرحه الواحد حتى لو يعني مش الاكل بس، انت لو انت مثلا وضبتي حاجه في البيت عندك وما لقيتيش حد قال لك تسلم ايديكي جميله، تحس ان انت ما عملتيش حاجه مفيده. حاجات صغيره دي بتفرق في النفسيه، انك تحسي بتقدير. ايوه كويس. التقدير اهم حاجه، التقدير اكتر، ان انت تدي اكتر برضو. صح فعلا. الروايح ابتدت بقى ايه، خطيره بصراحه. طب قولي لنا بقى يا شيف فاطمه، انت طبعا شطوره وكل اكلاتك جميله، واحنا دقنا يعني نفسنا اكتر من حلقه، بس ساعات الواحد غصب عنه كده داخل مقريف مثلا او كده، بيبان في الاكل ممكن. ايه رايك في الموضوع معاكي جدا؟ ايوه بيبان. لا بيبان على فكره. لا بيبان. لما الواحد كده بيبقى مقريف فعلا بيبان، زي ما يكون الواحد مثلا مثلا ايه بيقدم برنامج برضو
وممكن يكون مزاجه كده مش قوي، ممكن بيبان الناس بتحس بيه. الناس بتحس بيه فعلا. يبقى كلام رنا بقى لما قالت ان ندلع نفسنا وان ميوزك والتلفزيون وكده، انا صراحه انا بعمل كده انا كمان. بس اكد على كلامك انه فعلا ده طلع مهم جدا اهو، ان احنا لو مودنا وحش هيبان في الاكل. هيبان في الاكل وهيبان في اللبس وهيبان في الطريقه وهيبان في كل حاجه. طيب. المود اللي مش كويس ده بيبان. احنا عايزين بقى نشوف احنا كده. طبعا قدامنا الحاجات اللي جاهزه، وريني بقى كده. احنا خلاص تقريبا خلصنا، احنا كده خلصنا الرز اهو ما شاء الله. شم الريحه ابعت لك شويه. وهنا خلاص كده احنا خلصنا، كده احنا خلصنا تحفه. يعني انا مش عارفه اشكرك ازاي، وعايزاكي كده عشان وقتنا بيجري دايما، ودايما الوقت معاكي عمره ما بيكون كفايه، تقول لنا كلمه اخيره كده للناس. ازاي انت اكتشفتي موهبه حب المطبخ كده يعني، وازاي هم يحبوا كمان؟ بصي، الواحد الحاجة اللي هو يعني ايه، عايزة اقول لك ايه، زي ما قلت لك في الاول، الموهبة. لو انا تشتغلوا عليها تشتغلي. يعني انا مثلا انا بحب الكورة اتدرب كتير. صح. بحب الطبخ اتدرب كتير. تخشي خشي قولي ايه. جدا 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 متشكرة قوي ليكي ونورتينا. ربنا يخليكي. كل سنة وانت طيبين. وكل سنة وانت طيبين. وناس بترجب ان شاء الله بقى ايه، داخل رمضان وهنعمل حاجات جميله ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم ايدك. الله يسلمك. مشاهدينا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، ونشوفكم على خير الاسبوع القادم.